كل عام والمغرب ألف خير. الله ينصر لنا سيدنا ملكنا محمد السادس الله يحفظه لنا ويطولنا في عمره، ويا رب يديم السلم والأمان على بلادي. كل عام والمغرب ألف خير. بمناسبة حلول عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، أتقدم بأزكى التهاني وأطيب الأمان لصاحب الجلالة محمد السادس لكم ولأسرتكم الشريفة العلوية الكريمة. درت هذا الفيديو باش نوجه واحد التهنئة على صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة السنة 20 لتربعه على العرش المجيد، ربي يحفظه وينجيه ويخليه مناد لهذه الامه. السلام عليكم، معكم الفنان مروان حجي. كندير هذا الفيديو هذه باش نبارك لجلاله الملك محمد السادس بمناسبه مرور 20 سنه لتربعه على عرش اسلافه الميامين. فكنقول له سيدنا الله يخليك لنا دائما، والله يخليك تاج فوق ريوسنا، وان شاء الله نشوفك دائما مفخره لهذه البلاد وتزيد بهذه البلاد للقدام. وايضا كنهنئ ولي العهد الامير مولاي الحسن وصاحب السمو الامير مولاي رشيد بهذه المناسبه العزيزه الغاليه. فتبارك الله عليكم.